لكن للأسف الظاهر إنه اليهود مصرين على اعتقال هذول الأسرى للمؤبدات اللي هم بالأصل حكموهم فيها. نات ومعازل، نحن نقول بشكل واضح واهم، هذا المحتل المجرم إن ظن بأنه بعمليات الاغتيال والقتل اليومي وسياسات الاعتقال واستهداف أسرانا. وأنا بس بدي أبوي بس. أنا الحرية. لا أسرانا الحرية. ولا أقصانا الحرية. لا أقصانا الحرية. ولا أقصانا الحرية. لا أقصانا الحرية. ومين الأسرى لاجئين؟ ومين الأسرى لاجئين؟ من رام الله لاجئين. ومن رام الله لاجئين. أسرانا.